إذا للوقوف عند وضع القطاع الصحي في العراق في ظل ملايين الدولارات التي ينفقها العراقيون للعلاج في الخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. دكتور عرفان، مرحبا بكم. يعني كما ذكر المركز العراقي الاقتصادي، يقول إن العراقيين أنفقوا ما يقارب من 700 مليون دولار على العلاج في الهند خلال السنوات الثلاث الماضية. ولكن السؤال المطروح هنا دكتور عرفان، لماذا يضطر العراقيون للسفر لو كانت هناك رعاية صحية حقيقية في العراق؟ قبل ما نبدأ نعطيك السبب أخي العزيز. يعني لكل بلد هنالك المؤشرات على وجود رعاية صحية أو تقدم النظام الصحي، تعتمد على البنى التحتية، مستوى أخصائي الرعاية الصحية اللي هم أطباء ممرضين وغير من عاملين صحيين، التكلفة، توفر الأدوية الجيدة، الاستعداد الحكومي لدعم القطاع الطبي. أيضا المؤشر آخر يأخذ باعتبار عوامل أخرى، عوامل بيئية وجودة المياه والسمنة لدى الشعوب، نظام الصرف. كل هذه العوامل افتقدت ما بعد الاحتلال، لا توجد بنى تحتية للرعاية الصحية، ومستوى الرعاية الصحية ومستوى من بعض الأطباء ليس بذاك المستوى. وهذا السبب العراق يعاني من تراجع مستمر في الخدمات الطبيه بالفتره الماضيه. نعم. استنادا الى 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 مجله امريكيه اسمها CEO World. نعم. اللي استوردت انه القطاع الصحي العراقي من بين الأسوأ عالميا. الارقام اللي انا الحقيقه اعرفها اكثر من 62 ألف مريض راجع إلى الهند في العام الماضي 2022. نعم. هذا العدد جدا كبير بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الحقيقية أو الصحيحة للمرضى. من الذي يسافر إلى الهند؟ هم المرضى اللي صار لهم فترة بالعراق اللي ما حصلوا على رعاية صحية جيدة. نعم. وبالتالي حصلت عندهم مضاعفات، والمريض يريد يوصل إلى حالته الطبية، وبالتالي يحاول يسافر إلى دول أخرى ومنها الهند. نعم. هذا السبب هو اللي خلى العراقيين يسافرون. طيب دكتور، وجود طيب دكتور، هذه المبالغ التي تنفق في الخارج لماذا لا تستثمر داخل العراق، خصوصا أن هناك من يتحدث أن القطاع الصحي في العراق بالكامل يحتاج لإعادة هيكلة، هل تتفق مع هذا الطرح دكتور عرفان؟ بالتأكيد أخي العزيز، المستشفيات الحكومية بالعراق وكل المؤسسات الصحية في العراق تحتضر بسبب المحافظة الطائفية والمذهبية والحزبية، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى أنه المواطن العراقي أو هاي المستشفيات أو وزارة الصحة لم تلبي الاحتياجات اللازمة، وبالتالي المبالغ اللي توصل إلى وزارة الصحة هي مبالغ كافية. يجب أن تكون هنالك خطة خمسية مثلا لإنشاء مثلا خمس مستشفيات في العراق أو في محافظة معينة، بعد هذه الخطة الخمسية هنالك خطة خمسية أخرى. لا توجد خطط لبناء مستشفيات حكومية، بل بالعكس هنالك مستشفيات خاصة، وهذه المستشفيات الخاصة يديرها رجال دين ورجال يعني بزنس، وهذه المستشفيات لم توفر الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وبالتالي حصلت مضاعفات، وهذا السبب اللي خلى المواطن العراقي يفقد الثقة بوزارة الصحة. قبل الاحتلال كان الفرد العراقي أخي العزيز يعني كان عدد المراجعين للمستشفيات الخاصة مقارنة بالمستشفيات الحكومية عدد قليل جدا، لأنه بالمستشفى الحكومي يقدر يحصل على الرعاية التامة. دكتور عرفان، لو انتقلنا إلى تصريحات من نواب في كردستان العراق، يحذرون النواب هناك من أزمة صحية وذلك أرجعوها بسبب نقص الأدوية. دكتور، بحسب معلوماتكم المتوفرة، هل المخصصات المفروضة للقطاع الصحي لا تكفي أم أن هناك سبب آخر دكتور؟ اليوم كان اتصال عندي مع أحد الأخوة الأطباء اللي موجودين. المخصصات المرئية لاستيراد الأدوية من مناشئ عالمية موجودة، لكن تذهب هذه المخصصات بسبب صفقات الفساد
تذهب إلى دول أخرى توفر نفس الأدوية ولكن بإمكانيات قليلة وبإمكان إحنا نقول عليها لا تواكب إحنا ما يحتاجه المواطن أو المريض العراقي. كان إحنا العراق كان في الحصار، كان توفر لنا أدوية من مناشئها العالمية ومناشئها الأصلية. الآن بعد الحصار اللي هو انشال عن العراق، لكنه لا زال تجيهم أدوية، حتى بعض الأدوية يعني وصل الحد إلى أنه أدوية تصنع في إحدى في بيوت في إحدى الدول وترسل إلى العراق على أنها هذه منشأ عالمي، ولكنها بسبب صفقة الفساد تذهب هاي الأدوية إلى الفرد العراقي. ولا تترك أي أو ما أثر صحي أو أثر صحيح لهذه الأدوية لعلاج الحالات المعينة. دكتور عرفان، الفساد في المنظومة الصحية هل يؤثر على ثقة المواطن العراقي بهذا القطاع المهم؟ عندما نقول أنه هنالك فساد، هذا الفساد يعني الفساد في كل شيء، الفساد في اختيار مدير المستشفى، في اختيار مركز صحي، الفساد في اختيار أطباء ليسوا ماكنهم حقيقية أو صحيحة، الفساد في اختيار هذا الحزب أو ذاك لعدد من أفراد لقيادة هذه المنظومة الصحية. قيادة المنظومة الصحية تتطلب كاس عندهم على الأقل دبلومة في إدارة المستشفيات. هذا الفساد أخي العزيز هو السبب في كل الرعاية الطبية، وهذا أيضا سبب أيضا هجرة الكثير من العقول الطبية العلمية التي كان العراق محتاجها في هذه الفترة لبناء قطاع صحي متوازن ومتكامل. طلعوا هاي العقول بسبب التهديدات، بسبب عدم وجود القانون، بسبب يعني الفساد المنتج. هذا أثر على نوعية الرعاية الطبية المقدمة للمواطن العراقي. من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لكم.